تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. قضية اليوم المطروحة على مائدة النقاش قضية هامة، لأنها تتعلق بمرفق هام وحيوي من مرافق الاقتصاد الوطني، وهو شركات قطاع الأعمال العام. هذه الشركات التي أضافت كثيرا للاقتصاد المصري وعمل فيه العديد من المواطنين عبر تاريخ شركات قطاع الأعمال العام. ومن المعلوم بالضرورة أنه مرت هذه الشركات بعدة مشاكل خلال السنوات الأخيرة، ومن المعلوم بالضرورة أيضا من علوم الإدارة أنه المؤسسات تشبه إلى حد كبير الإنسان. تريد هذه الشركات البقاء والحياة والاستمرار والعيش، وذلك لا يتأتى إلا بتحقيق المنافسة وتحقيق أرباح، سواء أرباح مالية فلوس يعني، أو أرباح معنوية رضا الجمهور ورضا المواطنين عن أداء هذه الشركات. ولا يتأتى ذلك أيضا إلا بتحسين المدخلات الخاصة بهذه الشركات وإجراء عمليات رشيدة من الإدارة عليها، تخرج منتجات جيدة تحقق أرباحا مالية أو معنوية تسمح ببقاء المؤسسة في السوق على قيد الحياة. في هذا الإطار وفي إطار تحسين المدخلات، مدخلات هذه الشركات، شركات قطاع الأعمال العام، وأهم هذه المدخلات المدخلات التشريعية، القوانين، القانون، وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس السيد رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد فيه بعض التعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحقيق نهضة لهذه الشركات، وذلك في ضوء مرور 29 عاما على القانون المعمول به حتى الآن لهذه الشركات. وأخذ هذا المشروع قانون ملاحظات السادة الوزراء على مشروع القانون الجديد والتعديلات الخاصة بالقانون المعمول به. على أي حال، نحن بدورنا سنتساءل مجموعة من الأسئلة أثناء إثارتنا لهذه القضية. ما مدى مساهمة شركات القطاع، قطاع الأعمال العام، في الاقتصاد الوطني؟ ما أبرز المشكلات التي تعوق تطوير هذه الشركات؟ ما أبرز ما يتضمنه التعديل المقترح للقانون المعمول به؟ وكيف عامة يمكن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام لتعمل جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية؟ كل ذلك بالطبع يصب في صالح المواطنين والاقتصاد الوطني. معي ضيفان كريمان للرأي والتحليل في هذه القضية. معي الأستاذ الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. كما شرفنا أيضا معي الأستاذ محمد السعداني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، برحب بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يا مرحب. اسمحوا لنا حضراتكم نشوف تقريرا مبدئيا مع مشاهدينا الكرام، ثم نبدأ النقاش بعد ما نشوف هذا التقرير على شاشة الفيديو. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء. التعديل يأتي في ضوء مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، والتي كانت تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.
التعديلات تتضمن عددا من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة الحوكمة بتلك الشركات، مع زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركة القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981. برحب بحضراتكم من جديد وابدأ الحوار مع ضيفي الكريمين. دكتور كريم، احنا يعني شركات القطاع الأعمال العام واجهت مشكلات عديدة في السنوات الأخيرة، ويمكن المحاولة دي علشان نهضتها وتطويرها مرة أخرى، لكن ربما بعض المواطنين يقول لك هو يعني هو لسه في شركات قطاع أعمال عام ولا إيه؟ اشرح لنا الموقف. طيب، بداية طبعا شركات قطاع الأعمال العام على مر سنوات طويلة كان ليها دور كبير في حياة أي مواطن مصري، كان اهتمام المواطن المصري بمنتجات هذه الشركات وما بتقدمه أو ينزل داخل الأسواق من سلع أو خدمات. كما أشرت سيادتك في بداية مقدمة الحديث أن شركات قطاع الأعمال مثل الإنسان تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى مدخلات جديدة سواء على الجانب التشريعي سواء على الجانب الإداري أو التشغيلي أو الوظيفي بها. هذه المدخلات أو هذه التعديلات ستساهم في يعني اقتصاديا كأنها حياة دورة حياة المنتج. كانت هذه الشركات بتشهد ازدهار كبير، يعني تقريبا منذ بداية عام 2010 حدث بعض التدهور فيها، سواء من ناحية التشغيل والإنتاج، سواء من ناحية زيادة العمالة بهذه الشركات. كل ده أثر عليها. مش من قبل 2010 بشوية لما حصل بيع لعدد من الشركات، من عدد الشركات، ولكن بدأت الأوضاع تسوء منذ بداية عام 2010. نظرا لطبعا تدهور الأوضاع داخل هذه الشركات، وضع الآلات والمعدات، زيادة أعداد العمال، أصبح عدد العمال يعني بيوصل 229 ألف عامل داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، إجمالي رواتبهم الأجور والرواتب 17 مليار جنيه سنويا، وبالتالي هذا الرقم بيتجاوز إيرادات هذه الشركات، وبالتالي زادت أعباء هذه الشركات، زادت مديونيتها، أصبحت غير قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية، ليس فقط على المستوى الداخلي داخل الدولة المصرية، ولكن أيضا المستوى الخارجي والمستوى العالمي. خلينا نقول أن هذه الشركات، شركات قطاع الأعمال، بتضم العديد من الصناعات الهامة والصناعات الحيوية، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد المصري ولكن بالنسبة للاقتصاد العالمي، اللي ما بيدخلهاش القطاع الخاص لأنها ربما مش مربحة قوية. صحيح. يعني على سبيل المثال صناعة قطاع الغسل والنسيج، قطاع الكيماويات، قطاع الأسمدة والورقيات، جميعها صناعات مهمة، الدول العالم جميعها بتهتم بهذه الصناعات. صناعة الغزل والنسيج بتعتبر محور مركزي لأنها بتضم قبلها صناعات معينة أو حرف معينة زي المحاصيل الزراعية اللي بتدخل فيها، ثم بعد ذلك بتدخل في عملية الغزل والنسيج، ثم بعد ذلك هذه المخرجات بتدخل في عملية إنتاج الملابس اللي احنا بعد كده بنصدرها. وبالتالي نجاح هذا القطاع، قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال، بينجح معه قطاعات سابقة له، وبيساهم في نجاح قطاعات تالية له، وأيضا زيادة الصادرات. زيادة الصادرات طبعا بيترتب عليها زيادة النقد الأجنبي والعديد من المميزات الأخرى. طيب، خلينا ننتقل للأستاذ محمد سعداني. كان في العالم كله مش في مصر بس، وده كان أحد أسباب تدهور شركات قطاع الأعمال العام في مصر، نظير هذا الاتجاه العالمي، أنه الأولوية أو النظم الاقتصادية ينبغي أن تقوم على القطاع الخاص، وأنه الدولة لابد أن تخرج من عمليات الإنتاج، وبالتالي أثر هذا على شركات قطاع الأعمال العام. حينما تأتي الدولة الآن وتحاول صياغة تعديلات تشريعية في قانون شركة قطاع الأعمال العام، ده معنى إيه بالضبط؟ طبعا اللحاق بركب التطور الاقتصادي العالمي. أيوة. بس احنا برضه عوده الى نشاط شركات القطاع الاعمال مره اخرى، اداره شركات الدوله بشكل مشابه لما
يدير به القطاع الخاص شركات. احنا خرجنا من يعني احنا بس نقول للناس ايه هي شركات قطاع الاعمال العام. تفضل. شركات قطاع الاعمال القانون ده تالت قانون لشركات قطاع الاعمال، يعتبر الثاني تحت مسمى قطاع الاعمال. الاول تم تفعيله في سنه 91، وكانت دي قبلها شركات قطاع عام تم وضعها تحت عباءه قطاع الاعمال العام، كانت الاول في قانون 48 لسنه 78، وبعدين تم وضعها تحت مظله قانون قطاع الاعمال العام اللي اتعمل سنه 91. وبعد 29 سنه الدوله دلوقتي بتدخل عليه تعديلات، انا شايف ان هي تعديلات جيده. في ناس شايفه ان التعديلات دي مثلا ممكن تقلل من دور العمال والعماله في العمليه كلها، او في اداره الشركات او في مجالس ادارتها لها. طبعا اي تعديل او تغيير هو للافضل، لازم الاول احنا نجرب التعديلات عشان نقول اذا كانت نحو الافضل ولا لا. وبالتالي هو يعني برضو اللي حابب اقوله ان اي تغيير هو للافضل. بس طبعا حضرتك عندك وزاره قطاع الاعمال العام، اتفضل، عندها 8 شركات قبضه. هو التطور اللي حصل في قانون 91 انك تنشئ شركات قبضه لها اذرع تابعه، سواء اذرع استثماريه او اذرع صناعيه. عندك 8 شركات تابعه للقطاع اعمال تابعه لوزاره وزاره قطاع الاعمال، تحت مظلتها شركات تابعه حوالي 121. طبعا ده بخلاف 14 شركه قبضه برضو تحت مظلتها حوالي 100 شركة تابعة لوزارات مختلفة، زي القبضة للسياحة والقبضة للصرف الصحي والقبضة لمياه الشرب، كل دي شركات قوات. كل اللي بيحصل دلوقتي ان الدولة عايزة، الدولة كلنا احنا عارفين طبعا ما خرجنا من عملية العمعمة اللي هي القطاع العام خاصة في بداية التسعينات، نشأت او بدأنا، ده كان اتجاه عالمي ومصر مشت فيه، كلام سليم. احنا ما بننكرش ان دوت يعني احنا برضو احنا مش هنعيش اقتصاديا في جزيره منعزله. صحيح. احنا لازم نكون متوائمين مع العالم اقتصاديا، لان دلوقتي اغلبيه حروب العالم واغلبيه علاقات العالم ما هي سياسيه بقدر ما هي اقتصاديه. تم وقتها عايز ارجع بس للخسائر. عندك الشركات التابعه لقطاع الاعمال العام 47 شركه بتحقق ارباح. الارباح دي عباره قد ايه؟ 17 مليار جنيه و800 مليون. وعندك 48 شركه بيحققوا خسائر او بيتكبدوا خسائر. الخسائر دي قد ايه؟ 7 مليار جنيه و800 مليون، النص بالنص او 400 مليون. النص بالنص بالظبط. والخسائر دي راجعه ليه؟ لسوء الاداره ولا لعدم تطوير الشركات؟ جزء منه لسوء الاداره. وجزء منه لعدم التطوير، او ان انت مش قادر انت مش قادر تغير الكارير بتاعك، انت شغال في قطاع بيموت. وفي قطاعات تانية بتشتغل كويس، ليه انا مغيرش القطاع او الكارير بتاع المصنع او الكارير بتاع الشركة ان انا انتج؟ لان الدولة مش هتتنيها طول عمرها تخسر. ما احنا مش هنتنينا نفضل بنخسر بنخسر بنخسر. طب احنا جينا في فترة السنوات وقلنا ان الدورة مدير فاشل، ده مع مفهوم عالمي ان الدوله الاداره ما بتبقاش جيده، الاداره غير جيده. جيده، عشان كده تم الاتجاه او دي الفكره اللي بني عليها اتجاه القطاع الخاص الخصخصه، ان انا اجيب نفس كوادر القطاع الخاص تدير شركات بنفس فكر القطاع الخاص. أيوه. ما انا عايز اعرف ده بينجح ليه وانا بخسر ليه. ما احنا الاثنين بنشتغل في سوق واحد. هل عزوف المواطن او المستهلك المصري عن شراء السلع المحليه، ولا هل بسوء الاداره، ولا هل بسبب سوء العمال وسوء الانتاج؟ الانتاج رديء. نعم. طب انت حضرتك شايف ايه كان السبب الرئيسي؟ انا شايف انه سوء اداره وسوء انتاج. طيب خلينا اعود للدكتور كريم عادل. دكتور، هذا المشروع قانون اللي اقره مجلس الوزراء، هل هو لتعزيز الشركات الموجوده بالفعل القطاع الاعمال العام، ولا لاعاده التوسع مره اخرى وعدم التخلي عن دور الدولة وشركات الدولة اللي هي قطاع الأعمال العام في الأداء الاقتصادي بصفة عامة؟ كيف ترى الصورة؟ طيب يعني خلينا نقول أن الدولة بتولي هذا الملف اهتمام كبير. ملف قطاع الأعمال العام حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية، لأن هناك علم بمدى أهمية هذا القطاع ودوره في الاقتصاد
ودوره في التنمية الاقتصادية. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن قطاع لن يقتصر دوره أو نتائجه أو عوائده فقط على الجانب المادي أو الاقتصادي، ولكن هناك أيضا عوائد اجتماعية في كافة القطاعات داخل الدولة، وبالتالي النهوض بهذا القطاع سيساهم في زيادة كفاءة وجودة المنتجات الخارجة عنه داخل الأسواق، سيعزز من تنافسيتها حتى مع منتجات القطاع الخاص أو ما يقدمه القطاع الخاص من سلع وخدمات، لأن القطاع الخاص يعني نجح في استغلال فرصة ثمينة، وهي في وقت معين شهد في قطاع الأعمال نوع من التراجع ونوع من خلينا نقول التدهور، نجح ان هو يقدم بدائل، يقدم منتجات وخدمات للمواطن بدأ المواطن يعتمد عليها ويتجاهل منتجات قطاع الأعمال، وبالتالي عودة الإنتاج والتشغيل لهذا القطاع سيترتب عليه زيادة الإنتاج، زيادة نسب التشغيل، زيادة الفرص والبدائل يعني والتنافسية. يعني هنرجع نلاقي شركات تاني زي الشركات اللي قفلت في مضارب الأرز، في الحليج الأقطان، في العصائر والمشروبات والمواد التصنيع القائمة على الإنتاج الزراعي زي كان الصلصة والمربات وخلافه وخلافه من شركات، هنلاقي عودة للشركات دي مرة أخرى ولا هو لتعزيز الموجود فقط؟ لا، هقول لحضرتك في التعديل القانون قائم على إعادة الهيكلة والتطوير، وبالتالي هذه الشركات هذا القطاع لديها ثروات كبيرة، لديها أصول كبيرة غير مستغلة، لديها أصول كبيرة تحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى تطوير، فبمجرد بيع هذه الأصول وشراء أصول جديدة بتتمثل في عدد جديدة أو معدات جديدة داخل المصانع، ده هترتب عليه إيه؟ هترتب عليه إنتاج منتجات بمواصفات عالية بتواكب المتطلبات اللي بيحتاج العصرية. إليها المواطن واللي بتحتاج إليها المعاصرية كما أشرت حضرتك، واللي بتواكب هذه السلعة عالميا، خاصة إن إحنا نقدر من خلالها إن إحنا نخرج إلى التصدير مرة أخرى من هذا القطاع، وبالتالي إعادة هيكلة هذا القطاع، إعادة أو الإحلال والتبديل به، استبدال عناصر الإنتاج سواء على المستوى العدد والأدوات أو حتى العمالة، لأن أصبح الآن المطلوب من العمالة الحالية هو التعليم والتدريب والتأهيل، وهناك الاهتمام من الدولة بإعادة تدريب العاملين بهذا القطاع، لأن كما أشرت لحضرتك أنهم حوالي 229,000 عامل، إعادة تطويرهم ليقدروا أن هم يتماشوا مع التكنولوجيا الحديثة التي سيتم إدخالها في عملية الإنتاج. طيب أستاذ محمد سعداني، علشان تبقى واضحة، ده يؤكد تمسك الدولة بدور قطاع الأعمال العام جنبا إلى جنب إلى القطاعين الآخرين الخاص والأهلي. طبعا والأهلي. طبعا نعم. طبعا دون أدنى شك الدولة لما تفكر أن هي تفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص، تعالى طور للقطاع الأعمال العام، تعال اقول لي انت بتعمل ايه عشان بتنجح. ما هو ما ينفعش قطاع في 214,000 عامل او 229,000 عامل زي ما الدكتور بيقول، تلتين كان في وقت من الاوقات في اكتر من كده يتهيألي، كان في وقت من الاوقات تلتين ده في عمل اداري مش عمل فني، مش عمل فني انتاجي، لا مش عمل فني. طب انا هدير مصانع ازاي وهنتج ازاي؟ وبعدين الدوله ده توجه محمود من الدوله ان هي تحافظ على الاصول وتحاول تطورها. الدوله في التعديل الجديد بتقول لو الشركات مثلا شركه خسرانه وشركه كسبانه اندمجوا مع بعض، شركتين خسرانين اندمجوا مع بعض وعملوا تحويل في شكل الانتاج، منتج جديد يكون متماشي مع متطلبات السوق المصري، ماشي. دي ابرز التعديلات. شركه خسرانه تقفل. قول لنا ايه ابرز التعديلات القانونيه؟ هو المساله دي كان ابرز التعديلات، ده من ابرز الاندماجات. الاندماجات او الاغلاق، اندماجات مع القطاع الخاص، لا مع شركه قطاع عمل، هو الكيان نفسه، شركه قطاع عمل نفسها، انما الشخص اللي جاي يطور هيكون من القطاع الخاص او بشراكه. ليه؟ لان القانون سامح بده. لان المستثمر الاجنبي او العربي او المصري مش هيسمح انه يخسر، مش هيسمح ان العامل اللي بيجي الصبح ما بيشتغلش او عنده مشوار بره. او طب هتشتغل ازاي؟ مفاهيم القطاع الخاص تختلف عن مفاهيم القطاع العام. القطاع الخاص الهيكل التنظيمي بتاعه بيبقى صغير جدا، قطاع الاعمال العام بيبقى هيكله كبير، ده هدف قطاع الاعمال العام ربح بسيط لانه هو بيقدم، انما التاني ربح متوحش، وهلما جرى بقى من الاختلافات هيتوائموا ازاي؟
الفكر ده مع الفكر ده ربح اقتصادي. ما هو مفيش افكار في ما هو احنا بس محتاجين نعرف احنا هنبقى دوله راسماليه ولا احنا دوله اشتراكيه. يعني احنا دوله قطاع اعمال وقطاع عام ولا احنا دوله راسماليه؟ لو احنا دوله راسماليه وماشيين على الصدد دوت بقى لنا فتره كبيره جدا بقى لنا 20 سنه. وانا بشكر طبعا الدوله والقياده السياسيه ان هي فتحت الملف ده. ده ملف طبعا يعني من القنابل الموقوته اللي موجوده في الاقتصاد. ملف مهم جدا, ملف من حيث الاصول. وطبعا الدوله كانت فشلت في التسعينات في حكومه عاطف عبيد في الخصخصه, فقالت تبيع الشركات. مش هتبيع, هتدمج, هتقفل, هتطرح في البورصه. خلال ثلاث سنين يبقى عندك شركات محكومه بقانون 159 زي المصريه للاتصالات مثلا. من انجح الشركات الحكوميه اللي موجوده في قطاع الاتصالات او في كافه القطاعات. طب ليه دي شركه ناجحه وليه الشركات اللي موجوده شركه خسرانه؟ ما حضرتك ما تقوليش اصل ده قطاع ناجح او قطاع فيه فلوس كتير او الاستهلاك عليه اكتر. في قطاعات برضو موجوده فيها استهلاك اكتر. الاداره تدار بشكل القطاع الخاص. مثلا يقول لك طب هو في التعديل الجديد للقانون هيسمح لاثنين من كان في التعديل القديم او القانون القديم بيقول اثنين من العمال في عضويه مجلس الاداره. المره دي هيبقى عضو واحد من العمال بالاتفاق مع النقابات العماليه. طب هم العمال لما كانوا موجودين خلال 30 سنه ولا 40 سنه اللي فاتوا في شركات قطاع الاعمال اضافوا لنا ايه؟ لا لا لا, هو هيدير ازاي في قطاع الاعمال بفكر القطاع الخاص مثلا؟ يعني اذا كان قطاع الاعمال علشان تعمل عمليه فيها تكلفه ماليه مثلا في حدود 50,000 جنيه او 5,000 جنيه, ما اعرفش صلاحيه رئيس مجلس الاداره 5,000 جنيه تقريبا. في القطاع الخاص بيعمل ان شاء الله 2 مليون 3 مليون بقرار مجلس الاداره وفي ثواني ويخلص. انما قطاع الاعمال العامه مفيش الكلام ده, لازم تعمل مزايده ومناقصه وتعرض على اللي فوق وتاخد شهور طويله وممكن الموضوع يترفض. فازاي هوائم انا مع حل اندماج عوائل عندك مجلس اداره في عدد قليل عنده صلاحيات كامله؟ لا, التشريع مش لازم يتعدل. أيوة, عشان يسمح بالمسائل. التشريع الجديد فيها دكتور كان خاص مجلس الاداره تطرق الى مجلس الاداره من ضمن نظم الحوكمه التي سيتم تطبيقها, هي امكانيه عزل مجلس الاداره وتعيين مجلس اداره جديد من اصحاب الخبرات والكفاءات. فكره الاندماج مع القطاع الخاص, لما يجي قطاع الاعمال العام يندمج مع القطاع الخاص, القطاع الخاص الياته اسرع ومتحررة أكثر. قطاع الأعمال العام في قوانين وفي التزامات, إزاي هيتوائم ده مع ده؟ هقول لحضرتك, القطاع الخاص فكره الإداري أو منظومة الإنتاج والعمل الذي قائمة على فكرة إيه؟ ربط الإنتاج, ربط الأداء بالإنتاج. بمعنى حضرتك كل ما بتنتج كل ما هتحصل على الأجر بتاعك, كل ما هتنتج أكتر كل ما هتحصل على أجر أكتر أو حافز أكتر. استناني بس حضرتك. تفضل. لأنه من عدة سنوات قبل ثورة يناير كان بعض المؤسسات جابوا لها رؤساء كده, لا قطاع العام جابوا لها رؤساء وقالوا اشتغل بفكر القطاع الخاص. يجي المدير من دول اشتغل بفكر القطاع الخاص, لكن في النهاية الأجهزة المحاسبية هتحاسبه على أنه في قطاع أعمال عام, فأنا هيصرف فلوس بفكر القطاع الخاص, هيعمل دون التحرر, هيجي في النهاية يتحاسب وهيدخل السجن. فما كانش في مظلة قانونية, ما كانش في مظلة قانونية بتحميه, مش هيعرف يتشتغل بفكر القطاع الخاص. هل التعديلات القانونية الجديدة توفر المظلة الحمائية دي؟ تضمن التعديل بأن هذه الشركات بتعمل وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1981, وبالتالي هذا القانون بيعطي مرونة لمجلس الإدارات. أيوة. في اتخاذ القرارات اللي من دورها بتسهل سير العمل والإنتاج. القانون الجديد المقترح دلوقتي ده مشروع التعديل بالظبط. مشروع التعديل, مشروع التعديل. خلال 3 سنين كده هاي بالظبط. بالإضافة زي ما أشرت لحضرتك أن ربط الأجر بالإنتاج دي نقطة في غاية الأهمية, كما أشرت سيادتك بأن كانت المشكلة دايما هي عدم الالتزام. انا بعتمد على زميلي داخل المصنع ان هو اللي هينتج لو انا ما روحتش او لو انا ما وقفت وما انتجتش, لكن هنا اصبح الكل يعمل والكل يسعى الى الانتاج بهدف الحصول على الاجر. وبالتالي هنا نقطة تانية غاية في الأهمية, وهي تخصيص مبلغ 10% من الأرباح هذه الشركات إلى العاملين ومجالس الإدارة والقائمين على الشركة. هنا دي نقطة غاية في الأهمية. ليه؟ لأن هنا بخلق لدى العامل أو لدى الموظف أيا كان نوعه, سواء اللي بيكون بعملية إنتاج أو عمل إداري, بخلق منه لديه الحافز
على سير العمل، بخلق لديه نوع من الرضا الوظيفي، بيكون هو أكثر حرص على تحقيق إنتاج وتحقيق أرباح لأنه هيحصل على نسبة منها. فبالتالي هنا القانون نجح في أن يجعل من العامل ويجعل من الموظف ويجعل من مجلس إدارة الشركة شريك في أرباحها، وبالتالي سيكون أكثر حرصا، أصبحت أشبه بالشركات المساهمة. وبالتالي كلما زاد الإنتاج وكلما زادت الأرباح أنا هستفيد، أنا هستفيد كمساهم، هستفيد كعامل، هستفيد كمجلس إدارة. نعم أستاذ محمد سعداني، هل هذه التعديلات اللي جعلت العمال يعتبروا ومجالس الإدارة كأنهم شركاء، كأنهم شركاء من القطاع الخاص، يعني كأنهم أصحاب مصلحة، هل ده يغري بإنشاء شركات القطاع الأعمال للتوسع في مزيد من الشركات عن اللي موجود دلوقتي، وارتياد مجالات جديدة من الشركات، وعودة المجالات اللي تم خصخصتها ربما في سنوات ما قبل 2010؟ حضرتك السوق ومتطلباته هو اللي هيحكم، إذا كان في شركات هتكمل أو شركات هيتم إغلاقها وتوزيع عمالها على شركات تانية، عشان بس يعني الناس تبقى فاهمة، ما يبقاش في بعض القوانين حاجات صادمة. الشركة اللي متوافقة مع متطلبات السوق ومنتجها بيتباع في السوق وناجحة وبتحقق أرباح هتظل وهتكمل. الشركة اللي هي خلاص وصلت لمرحلة الحضيض زي ما بيقولوا أو الصفر وبتخسر من رأس مالها، مش بتخسر بس من بتحقق خسائر بس، دي يا إما يتم إغلاقها يا إما يتم دمجها وفق الخبرة اللي هي يقيموا الشركات ويقولوا دوت يصح او لا يصح، دي الشركه دي تكمل او الشركه دي ما تكملش. واللي هيقول دوت الخبراء او مكاتب الاستشارات العالميه اللي هتيجي تقيم الشركات وتقيم اصولها. ما احنا لما مشينا في الخصخصه في التسعينات وبدايه الالفينات حرك يعني فاكر قضيه عمر افندي، ايوه بعنا ورجع وروح وتعالى وروح وتعالى، والراجل باع الارض ورجع لنا الشركه، باع الاراضي وخد القصور طب احنا ما استفدناش حاجه، لا احنا ندير ونخش شركة في الشركات ونجيب حد من القطاع الخاص نقول له تعالى نجح الشركة دي زي ما نجحت الشركات، او كان ليك تجارب سابقة في خبراتك السابقة ان انت نجحت شركة كذا، زي مثلا شركات الاسمنت، شركات الاسمنت حلوان وطرق كانت وصلت للحضيض، ليه لما المستثمر الايطالي خدها بقت شركة ومجموعة ايطال سيمنتي وشركة ومجموعة وحجم مبيعاتها في السوق قياسية، لدرجة ان احنا كنا قبل 2011 كنا بنصدر اسمنت للسودان وبنصدر للخليج. فالخبرة والارقام الاقتصادية هي اللي هتقول للحكومة وللخبير اللي جاي من القطاع الخاص او رئيس مجلس ادارة الشركة اللي جاي من القطاع الخاص او مجلس ادارته، الشركة دي مكملة او احنا هيتم تصفيتها وتوزيع العمالة. طب والشركات اللي قفلت في فترة الخصخصة هل تتوقع أنها تعود مرة أخرى زي شركات الغزل والنسيج ومضارب الأرز ومصانع الأغذية اللي كانت موجودة، قطاع أعمال كانت شركات وكانت منتشرة في المحافظات في الدلتا وفي بعض الأماكن، هل تتوقع أنها ممكن تعود؟ لا هي ممكن تعود في ثوب جديد، يعني في إطار شركة صحة دكتور تم تأسيسها بشكل جديد، يعني باندماج شركتين ثلاثة مع بعض، بطرح حصه في البورصه او في سوق المال وتتاسس شركه جديده، بس كل تكون معروف هي هتنتج ايه وهتبيع لمين. يعني انا ما مروحش الزيوت والصابون ولاقيهم يعني اثر بعد عين، يعني الزيوت والصابون دي كانت عندنا قلعه صناعيه، ايوه دلوقتي تروح تلاقي بينتجوا الحاجات اللي هي دون المستوى، صابون الغسيل القديم اللي ما حدش بقى يستخدمه، مصممين على انتاج والله حاجات. هو صحي اصلا، يعني هو كان صحي بس احنا ما عرفناش نطوره ولا نسوق له، انما هو كان هو ده الصحي، ودايما بيتقال ان هو ده اللي الصحي، المنتج الصابون القديم غير الصابون السائل اللي موجود دلوقتي اللي كله يقول لك هو ده من احد مسببات السرطان اللي بيستورد من الخير. طيب دكتور كريم، هل تتوقع عودة شركات من هذه الشركات اللي تم خصخصتها مرة اخرى ولو حتى بشكل جديد في ظل التعديلات التشريعية المطروحة؟ لا، هو حاليا انا شايف ان هناك في ضمن التعديلات فكره الدمج للشركات اللي هي متشابهه النشاط، وبالتالي الوضع الحالي لا يسمح بدخول او عوده شركات قديمه او سابقه تم خصخصتها. الوضع الحالي هو دمج الشركات متشابهه النشاط، وبالتالي فكره انشاء اي شركه جديده بتتماثل في نشاطها او مخرجات انتاجها مع شركات حاليه متواجده، ده يعني هيصعب من دخولها او ممارسة اعمالها داخل الاسواق.
خليني أشير إلى لحضرتك إلى نقطة غاية في الأهمية أيضا، إلى عدم استمرارية الشركات الخاسرة. ضمن التعديلات التي وردت بتعديل القانون، وهو أن أي شركة بتحقق خسائر غير ما يعني غير مسموح باستمرارها إلا بعد أن يقوم المستثمرين فيها بضخ قيمة الخسارة الواقعة بها، ده شرط أساسي لاستمرارها واستئناف نشاطها مرة أخرى. اسمح لي بس أتوقف هنا لأني معي ضيفة كريمة على الهاتف وهرجع لسيادتك. معنا الأستاذة الدكتورة يمنى الحماخي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى السابق. برحب بحضرتك يا معالي الدكتورة. أهلا بيك يا دكتور وبضيوفك الكرام. يا مرحبا يا معالي الدكتورة. بسأل حضرتك على الدولة أو مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون، أنا مش هتكلم على تعديلات اللي موجودة فيه، لكن بتكلم على فكرة قيام الدولة بتحسين مدخلات شركات قطاع الأعمال العام ومنها المدخلات التشريعية. حضرتك شايف المسألة دي إزاي؟ والله أنا شفتها غاية في الأهمية، لأن قطاع الأعمال العام ده يعني هو ثروات مهمة جدا في الاقتصاد المصري غير مستغلة. أيوة. لما بنلاقي طاقات إنتاجية لا يتم الاستفادة بيها، لما بنلاقي في كثير من الأحيان فن تكنولوجي متقدم لا يصلح للإنتاج وبالتالي الإنتاج بتاعه غير تنافسي بالمرة، وإحنا المفروض أننا حاليا بنسعى لزيادة تنافسية قطاع الصناعة وبنسعى إلى أننا ننتج محل الواردات مع أننا نشجع التصدير. نعم. يعني الاستراتيجية المثلى لمصر حاليا هو هذا التوجه. التوجه ده بيتطلب مني أن أنا أشوف طاقاتي الإنتاجية لكل صناعة، وضمن الطاقات الإنتاجية الهائلة المرتبطة بكل صناعة هي شركات قطاع الأعمال العام. يعني تعال نشوف مثلا شركات الأدوية، طاقات إنتاجية هائلة، بعض منها حصل فيه تطوير كبير ولكن ما زالت كثير من الشركات بتحتاج إلى مزيد من رفع الكفاءة الإنتاجية. فإحنا محتاجين شراكات مع القطاع الخاص. يعني التعديلات التشريعية اللي بنتمناها هي تعديلات تيسر الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وغالبا ده موجود في التشريع يا معالي الدكتورة، بس أنا عايز أفهم يعني القطاع الخاص بيشتغل بفكر يعني الهيكل التنظيمي مبسط، عايز يحصل على أكبر أرباح ممكنة، عايز إجراء عمليات مثلا رأس مالية أو مالية بدون التقيد بالقوانين المزايدات والمناقصات وخلافه، يكتفي بموافقات مجلس إدارة، في حين أنه القطاع الأعمال العام بيشتغل على قوانين وقواعد أخرى. هل من الممكن مزج هذه الفكرة بشكل قانوني معين، القطاع الخاص مع القطاع الأعمال العام؟ طبعا، وعلى فكرة هناك حالات أنا أعرفها تطبيقية على أرض الواقع. هناك شراكات حاليا بتتم بين قطاع خاص، لأنه أنا بيهمني في القطاع الخاص إيه؟ بالعكس ده أنا بيهمني في القطاع الخاص نظم الإدارة. أي. لأنه نظم الإدارة في قطاع الأعمال العام دائما لا توصل إلى نجاح. أي. ومن تجاربنا السابقة، فأنا محتاجة نظام إدارة كفء بموارد بشرية قوية، محتاجة ضخ رأس مال، محتاجة الأكثر أهمية الأسواق. يعني دايما القطاع الخاص بيكون مع السوق، سواء كان سوق محلية أو سوق دولية. وبعدين أبتدي بقى الشراكة بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على استغلال الأصول اللي عند القطاع الخاص اللي أنا بقول عليها دي، مع هل القطاع الأعمال العام عنده أصول؟ أيوه عنده أماكن، بدل ما أقعد أبني مصنع وأحط وياخد مني وقت وتكاليف رأس مالية عالية. أي. أنا بدخل على خط إنتاجي موجود، أو إن أنا أحدث، ممكن أحدث الآلات اللي فيه. وكذلك عندي ميزة تانية جدا في قطاع الأعمال العام اللي هي العمالة، بس أنا اللي هختار العمالة بشروطي. يعني أنا بقى دي بتاخد عليه اختيار وفقا للإنتاجية، فبالعكس ده هيساعد في تطوير أداء العمالة في قطاع الأعمال العام، لأني هاخد العمال الموجودين أفلترهم وأعيد تدريبهم وأدخلهم على الخطوط الإنتاجية الحديثة بأساليب حديثة، وبالتالي ده هيساعدهم كمان أنهم ترتفع الدخول بتاعتهم، لأن أكيد وفقا للنظم الجديدة هتبتدي الأجور بتاعتهم تختلف. فهي الحقيقة لها مزايا متعددة الأبعاد
أكيد أبعدها على الاقتصاد المصري جيدة وعلى العاملين هتكون أيضا جيدة. طب فكرة العالم اللي متجه نحو الخصخصة ما بتتعارضش مع فكرة تقوية قطاع الأعمال بالمدخلات التشريعية وخلافه؟ هي طبعا يعني أنا متفقة مع حضرتك إن يعني معظم التجارب الناجحة كانت مرتبطة بالخصخصة، لكن إحنا الحقيقة حتى الآن تجربتنا في تطبيق الخصخصة، وأنا كنت في مجلس الشورى أثناء تطبيق الخصخصة وكانت هناك حالات كثيرة، تقييم هذه الحالات عليه علامات استفهام كبيرة بحيث إن هو يعني الحقيقة لم يتم التنفيذ بالكفاءة المطلوبة وبالموضوعية والعدالة لتحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن، وبالتالي الحقيقة إحنا محتاجين مرحلة كده إعادة التقييم واستغلال الأصول بنوع من الشراكة، وقد تكون دي مقدمة لو لقينا أنه هذا النظام سيحقق مكاسب من أنه ينتقل بالكامل إلى القطاع الخاص بعد فترة زمنية معينة، قد يكون في توجه من المجتمع كله، بس يبقى توجه مجتمعي ويبقى حطينا أسس علمية سليمة تحقق توازن المصالح وتطمننا أن احنا ماشيين في الطريق السليم. بشكر سيادتك شكرا جزيلا أستاذ دكتور يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشورى السابق، وعودة لضيفي دكتور كريم تفضل كمل وجهة نظرك. يعني خليني استكمل حديث الدكتورة يمنى، أشارت إلى نقطة غاية في الأهمية وأن الشراكة مع القطاع الخاص ما بين القطاع الأعمال والقطاع الخاص ممكنة وستعود بالنفع على الطرفين. يعني خلينا نبسطها بفكرة المصالح المشتركة أو المصالح المتبادلة. القطاع الأعمال سيسعى إلى الاستفادة من التقدم أو نظم الإدارة التي بيتميز بها القطاع الخاص، بس محتاجة تغطية قلنا قانونية تشريعية. صحيح. وفي المقابل أيضا القطاع الخاص يرغب في الاستفادة من القطاع الأعمال وما يملكه من مصانع أو معدات أو ماكينات حديثة بعد تطوير الماكينات الحالية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن القطاع الخاص الآن من مصلحته التعاون مع قطاع الأعمال. لماذا؟ لأن ليه هتتحقق إزاي بقى المصلحة دي؟ لا أنا خلينا أقول لحضرتك كما أشرت لحضرتك في البداية أن القطاع الخاص نجح في اقتناص فرصة ثمينة، وهي فرصة أو وقت غياب قطاع الأعمال وغياب منتجاته عن الأسواق. بدأ أن هو يستغل الفرصة ويطرح منتجات بدأ المواطن المصري بيعتمد عليها وبيقتنع بيها، وأيا كان سعرها بدأ يستفيد منها، وبالتالي عودة قطاع الأعمال سيخلق نوع من التنافسية ما بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال، وبالتالي هنا ستكون الجهود مشتركة لأن كلا الطرفين يرغب في الاستفادة. لا هنا عايز يخسر ولا هنا عايز يخسر، الاثنين يرغب في الاستفادة ولا يرغب أن ينتصر الطرف الآخر عليه فيما سيقدمه أو يطرحه من منتجات داخل الأسواق. وخلينا نقول أن المستفيد الأول في هذا الأمر سيكون هو المواطن المصري. هو من سيحصل على منتجات ذات جودة عالية، ذات ميزة تنافسية وبمواصفات عالية وبسعر مناسب أيضا. طيب أستاذ محمد سعداني، خليني أسأل حضرتك بعقلية الطرفين، عقلية المديرين في شركات قطاع الأعمال العام وأصحاب ومديري شركات قطاع الخاص. قطاع الأعمال العام هيقول لك ما تحرر لي أنا النظم اللي عندي، وأنا حرر لي النظم القانونية والنظم الإدارية اللي عندي، وأنا هبقى أحسن من القطاع الخاص وحقق أرباح، لأنه كمان القطاع الخاص هيقول لك بقى بفكره هو، أنا بقرأ اللي في دماغه، هيقول لك وأنا أروح ليه مع بتوع شركات القطاع العام، ما نعمل شركة خاصة بي أسهل وأديرها بنفسه وحقق أرباح لوحدي وما بقاش شريك. معلش بقى بصراحة، ردي لي على ده لو بيتقال، وهسمع رد الدكتور كريم برضو. القانون ده بيتعدل بعد 29 سنة، فضل لو كان في إمكانية للنجاح كانوا نجحوا. ما هو شغالين بنفس الآليات اللي هي الآليات القانونية ونفس القواعد. فضل الآليات والقواعد. آه. ما أنا برضو عايز أرجع لحاجة، يعني دلوقتي انت شغال بقالك 29 سنه باليات وقواعد، حضرتك شايف من وجهه نظرك ان هي بيروقراطيه، كلنا شايفين، مش انا اللي شايف يعني كلنا شايفين ان الحكومه مدير فاشل بسبب البيروقراطيه،
كويس. خلينا ارفع عن حضرتك الحرج في موضوع ان حضرتك اللي شايفه ده ده دولي مش محلي يعني، ده مش راي ورايك ده في العالم كله بيتقال الكلام ده يعني طبعًا. مش راي ورايك يعني انما هو حضرتك دلوقتي ابوك الناظر ومدير المدرسه ووكيل الوزاره والوزاره اتصلت يعني طب انا هعمل لك ايه تاني؟ ما هو لازم بقى لازم اخد تجربه يعني انا اقعد 20 سنه تاني او 10 سنين تاني عشان اعدل لك الكون عشان انت تنجح. ما هو معلش يعني النجاح بيبقى ناجح يعني النجاح ده بيبقى من عند ربنا. النجاح بيبقى باين عليه انه ناجح من الاول. لما انت تقعد 29 سنه عمال تقفل في شركات وتفشل في بيع في خصخصه شركات وتخسر كل سنه بالمليارات ويطلع وزير بس انا يعني يطلع وزير قطاع الاعمال الدكتور هشام توفيق في حلقه يعني ابهرني بصراحه، قال لك الدوله منتج سيء. طب لما انت جاي وزير بتقول ان الانتاج اللي انت بتنتجه للشركات بتاعتك سيء، لا ما طب انت احنا قلنا ده اتجاه عالمي في كل الدنيا يعني في فرق بين منتج سيء عليه ومدير سيء. دي موجوده عشان الحكومه بتربطها اجراءات وقواعد وقوانين وبيروقراطيه عشان الحفاظ على المال العام في كل الدنيا مش في مصر بس، فعشان كده هو بيوصف لك الحاله في العالم كله. وبعدين احنا عندنا قانون مشاركه القطاع الخاص مع الحكومه ده ما هوش مستحدث وما هوش من النهارده مع الشركات قطاع الاعمال. احنا من ايام من قبل 2010 واحنا عندنا نظام التريبل بي اللي هو الشراكه بين القطاعين العام والخاص واللي اتعمل بيه محطات الكهرباء في مصر واللي اتعمل بيه حاجات كتيره ناجحه في مصر. ليه ما نكررش التجربه دي؟ هي تجربه احتكاك حلوه وممكن تفيد القطاع العام طبعا. ما انا اجيب الراجل اللي بينجح ده ويبقى اصغر مني اصليه مش يعني ما هو شركات قطاع الاعمال ما هياش ورث ورئيس الشركه لازم يجي يقعد في الشركه لحد ما يطلع معاش ويعين قرايبه 214 229 الف عامل موجودين في الشركات دي. الدكتور بيقول ان ميزانيه الاجور بتاعتهم 17 مليار وهم بيحققوا 17 مليار وبيخسروا 7 مليار يعني الدوله كل سنه بتحط لهم للرواتب 10 مليار جنيه. مين الدوله دي اللي هي تقدر تعمل ده كله؟ امريكا ذات نفسها الولايات المتحده الامريكيه اللي ابتدعت الراسماليه ومدرسه شيكاغو وادم سميث وابو الاقتصاد ده كله. امريكا في 2008 لما حصلت الازمه الماليه العالميه وجنرال موتورز كانت شركه خاصه دخلت بحصه الحكومه واول ما الشركه حصل لها فلوتنج عامت تعويم خرجت. ده اللي المفروض الحكومه تعمله انها تدي للقطاع الخاص تقول له انتج وانجح بالشركات بتاعتنا ولو حصل اي تعثر احنا هنخش ننقذك او نعومك. انا حضرتك هتقول لي هجيب واحد عنده 60 سنه قاعد فاضل له شهرين عشان يطلع معاش وفرحان ومستني المكافاه والشركه خربانه والعمال برضه انا ما بقولش برضه عشان العمال فرصه للدكتور كريم عشان وقتنا بيتاكل. دكتور كريم قدامك دقيقه فكر مديرين في القطاع الاعمال هيقول لك حرر لي الاجراءات والروتين والبيروقراطيه وانا انجح لك بالشركات، والاخر برضه فكره هيقول لك انا خليني لوحدي وانا هنطلق، ولا ايه رايك؟ بدايه خلينا بس ايه في عجاله نقول ان احنا مش عايزين ناخد من تاريخ السابق لشركات قطاع الاعمال وما مرت به من نكبات لاسباب عديده من كسبب للحكم عليها فيما هو قادم. أيوة. الان التشريعات تضمنت العديد من والتعديلات تضمنت العديد من اعاده هيكله وتطوير هذه الشركات وفقا لنظم الإدارة الحديثة هيخليها تنطلق إن شاء الله وفقا لمعايير مالية ومحاسبية جديدة وفقا لمعايير شفافية وإفصاح وإعلان تتطابق وتتوافق مع معايير الحوكمة الرشيدة وهي من النظم المعمول بها عالميا. ويمكن مصر في العديد من المعايير هذه المؤشرات يعني حصلت على مراكز متقدمة خلال عام 2019 وبالتالي اعتبرها نقطة انطلاقة جديدة لشركات قطاع الأعمال العام بالتوافق وبالتنسيق ما بينها وما بين شركات القطاع الخاص، خاصة وأن فكرة الطرح لهذه الشركات ستعزز من فرصتها داخل الأسواق، ستساهم في جذب مستثمرين جدد وضخ رؤوس أموال جديدة بها نظرا خاصة بعد سداد مديونياتها من خلال بيع الأصول غير المستغلة وتحديث الأصول الحالية. كل هذا سيحفز وسيعزز من فرصتها في التشغيل والإنتاج والربحية خاصة في ظل وجود مستثمرين جدد حريصين وشغوفين بالاستثمار في مثل هذه الصناعات الحيوية الهامة.
انتهى الجدل وانتهى النقاش. اشكركما شكرا جزيلا. شكرا. الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. استاذ محمد سعداني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا للساده المشاهدين. مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بحضراتكم في حلقه قادمه من قضايا تشريعيه لكم تحيات اسره البرنامج والى اللقاء.